شكرا للزميل أيمن جادة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم بألف خير معا هنا في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد في إطار الجولة الثالثة البريمير ليج 2019-2020. ليفربول صدارة مع الأرسنال نفس الرصيد 6 نقاط، ولكن فارق الأهداف في أحد كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية هنا في ملعب أنفيلد. ليفربول فوز على نوريتش وعلى ساوثهامبتون، وفوز على أرسنال على كل من نيوكاسل وبيرنلي. وأمامنا هنا البداية والانطلاقة بقيادة حكيمية لأنتوني تيلور، ويلعب فريق نادي الأرسنال كما نتابع على يمين الشاشة بالفنان الاحتياطية. أمامنا هنا والكرة مقطوعة، وليفربول في ملعبه في أنفيلد. استمرار العقدة في هذه المباراة، هل يكسر نادي أرسنال عقدة ليفربول في ملعب أنفيلد حيث لم يفز منذ أن حقق انتصار في هذا الملعب؟ كان في شهر سبتمبر 2012 عندما سجل بودولسكي وسجل كاثورلا، ولكن نتائج كبيرة في الأعوام ضائعة هنا في هذه اللقطة من جانب اللاعب فيرمينيو الباحث عن هدفه رقم 50 ليكون أول لاعب برازيلي يسجل 5. وفيرمينيو واللاعب طبعا ماني، هذه انطلاقة هنا من جانب فابينيو وتشكيلة أرسنال. لينو في حراسة المرمى، نيلس في الدفاع، وديفيد لويس وسوكراتيس ومونريال وصعد لنادي ليفربول، واللي كانت أمام بيرني بالنسبة لفريق نادي الأرسنال. كرة ثابتة على طول، روبنسون عمل كرة حلوة وكرة ملعوبة، لكن على طول ديفيد لويس أمامنا صاحب الخبرات، صاحب الخبرات القادم من صفوف تشيلسي من صفوف بلوز محمد صلاح. وهجمة هنا والانطلاقة، فرصة سريعة وهدف مؤكد. ملعب الريدز أمامنا، التحرك بلمسة واحدة حلوة، محمد صلاح، هندرسون، فيرمينو، واللي هيشترك إن شاء الله في كأس عالم الأندية في قطر هنا في الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر بإذن الله في كأس العالم للأندية الهجومية. ومن خلال الثقة دي محمد صلاح والمطالبة بلمسة يد أنتوني تيلر، أيضا أدار كأس الرابطة النهائي اللي جمع ما بين فريق اللاعب الإيفواري بيبي، لاعب بديل أمام نيوكاسل أمام بيرلي، ولكن الكرة تتكعب بالمسمى القديم، لقبه كان رقم 18، السعي للفوز بالألقاب كانت في بطولة الدوري الممتاز. انطلاقة من ترينت ألكسندر، الكرات العرضية، لكن على طول ديفيد لويس مميزاته حقيقة يعني في أرسنال في مباراة البريمير ليج. ركنية هنا أولى لصالح ليفربول، هذه الكرة بالكعب وبينالدام أمامنا في هذه اللقطة الهولندي، بينالدام في هذه الكرة وهابز ونيلسون ومارتينيز في حراسة المرمى. ناتشو محمد صلاح، تمريرة فيرمينو، لكن على طول التغطية، ناتشو مونريال، ناتشو مورس طبعا دوري أوروبي وخسر كأس رابطة. هذه خطأ هنا ودي فرصة من أدريان، خطأ في مرمى ساوثهامبتون، هدف إنجلس، ولكن المرة دي يضيع أمامنا الفرصة الكبيرة. خروج أدريان الحارس اللي استمر مع ريال بيتيس حتى وصل إلى الهامرز إلى ويست هام، وخطأ قاتل في المباراة الماضية أمام فريق ساوثهامبتون، وهدف كان لإنجلس أمامنا هو خروج وعدم يعني توفيق إلى جانب لاعب ماني 20 هدف في 2019. هذه أمامنا الكرات العرضية، مباراة بيرلي، كرة أمامية هنا، بيبي أمامنا استلم ومرو وتسديدة، ولكن حكم اللقاء القرار أمام يانج. أمامنا هنا القوة الهجومية المهمة أمامنا وأحسن لاعب في إفريقيا في نادي الأرسنال إلى فريق بروج. انطلاقة حلوة من ترينت ألكسندر أرنولد، لكن على طول كرة تبعد أمامنا. هذه نشوف أمامنا اللاعب جو ويلوك اللي بيبدأ للمنا في هذه المباراة ويثبت أقدامه، مرور حلو قوي من جانب بيبي بالشمال، ولكن لاعب جندوزي مقفلين، عشان كده روبرتسون أمامنا بيحاول الهروب. كرة العرضية محمد صلاح اللي كمل إعارته لنادي الأرسنال أمامنا، لكن تمريرة خطيرة وفرصة هدف، ولكن يضيع ماني، هدية بيضيعها ماني. السيتي اللي جاب 21 هدف في عام 2019، محمد صلاح عايز يسدد، لكن في 2017 وسجل 5 أهداف في 56 لقاء، وروبرتسون بركلة رأسية أو بضربة رأسية كانت طبعا وليس ركلة رأسية. كرة أمامنا، خطأين، كل مباراة لي عنده خطأين على الأقل. كرات العالية على طول، يعني مصطفي لعب 115 مباراة، دي أمامنا مرور حلو قوي محمد صلاح، ولكن هنا التدافع هنا والكرة العرضية، لكن قوية كرات روبرتسون، لسه الدقة بدون فوز، تعادل مرتين وهزم في 4 لقاءات. أدي أمامنا هنا على طول بعد ما كان فقابة هنا والحصار، وترينت ألكسندر أرنولد ولينو، كل كرات ترينت في مرمى بورسالكا في الموسم الماضي للفريق الأوكراني، وكرة حلوة يا ولد بيثبت أقدامه. أمامنا هنا الإيفواري بيبي، تجد من يضعها، تصل على طول كرة روبرتسون، ترينت ألكسندر والتسديدة، ثبت أقدامه.
ليس هناك ريد كارد، ليس هناك حالة طرد في هذا الانطلاقة من جانب بيبي، المساحة والهدف الضائع والفولو من أوباميانغ. خبرات في البريمير ليج زي جوندوزي وزي اللاعبين الآخرين وروبرتسون. هل ممكن نرى أوريجي كرأس حربة في الكرات العالية الحائرة؟ لا، كورة أندرسون اللي جات له كان ممكن يسددها بشكل أفضل. وادي أمامنا الكرة العالية من روبرتسون، ولا 72 هدف في 108 مباراة، 55 هدف في الدوري، حلول في التسديد البعيد لم نجدها في اللقاء. الكرات العرضية وترينت مصمم على الكرة العرضية على طول، كرة من اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، والكرة الرأسية هنا من جانب ماتيب. جوال ماتيب يسجل في أحد الحلول الكرات الثابتة، ويطلع ماتيب ويسجل هدف هنا، هدف تقدم لنادي ليفربول من كرة ثابتة تأتي في الدقيقة 40 عن طريق الكاميروني. ماتيب أمامنا اللي كان سجل في العام الماضي في مرمى سينس، في مرمى فريق نادي ساوثهامبتون، وهدف تقدم عن طريق ماتيب أمامنا، ليست أول أهدافه سجل في مرمى فريق الأرسنال، بالتخصص عقدة في ملعب اللقاء وبينية اللي كان فيها هدف. وادي أمامنا فيرمينو، تألق 50 هدف لو سجل، وسجل الهدف في هذه المباراة. صلاح عملها حلوة أوي، ماني صلاح وانطلاقة لكن نادي ليفربول من ركنية أرنولد، ومحاولة لليفربول للتعزيز وفرصة الأرسنال. نفس التشكيل نادي ليفربول اللي بيحاول. أمامنا هنا الكرات الأمامية لاعب بيبي، أمامنا هنا استلام ترينت ألكسندر أرنولد، لمسة حلوة في مسك من جانب ديفيد نويز، حكم اللقاء يدي ركلة جزاء، حكم اللقاء يدي ركلة جزاء لمحمد صلاح. ديفيد نويز أمامنا هنا تزامل معا في فريق نادي تشيلسي، وأمامنا هنا في هذه اللقطة إنذار لاعبي ليفربول، واللمسة من جانب فيرمينو، والانفراد لمحمد صلاح، والمسك من ديفيد نويز، ولينو ولد يا ولد يا ولد يطير لينو في هذه اللقطة، ويروح لينو إلى ليفركوزن من حيث أتى، ويسجل محمد صلاح من ركلة الجزاء في لمسة إبداعية من نجم الكرة المصرية ونجم العالم العربي ونجم ليفربول العالمي. محمد صلاح هنا يضع هذه الكرة بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وباقتدار هداف الدوري الإنجليزي في 2018. ليفربول أمامنا عند انطلاقة الأرسنال، يدفع ثمن إضاعة الفرص، صدق أندرسون أمامنا بتحرك من بين الدام بمثلثات وأداء مميز، وفرصتين اللي يقولوا بيبي ومرة أوباميانج، ممكن العودة للقاء لكن لسه هتستنى ولسه هتستلم ولسه هتفكر. أمامنا هو أوباميانج وتغطية ممتازة، جندوزي كرة على طول ملعوبة من جندوزي، سجل مات اللي تلقى الانذار، وادي امامنا المساحات وفيرمينو، ويطلع المره دي يطلع لينو المره دي في اللقطه الماضيه، ادي حارس المرمى لينو لكن غير، والعرضيه وادي فرصه ولكن نيلسون يبعد بشكل خاطئ. ارنولد ماني، ضغط من جانب فريق نادي ليفربول، العرضيه الراسيه من محمد صلاح الى خارج الملعب، العرضيه والراسيه من محمد صلاح، تيرني وبيبي، وادي امامنا المتالق في هذه الكره وفي هذه اللقطه ومحاوله المرور امامنا، لكن تدخل قوي امامنا مع نيلس مقطوع، حتى ديفيد نويز امامنا يلعب على جسم محمد صلاح، السرعه والمهاره والمرور بالناتشو، هدف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد في هذه اللقطه. محمد صلاح ينطلق في هذه الكره وفي هذه اللمسه وهذه المراوغه، ماذا فعل محمد صلاح في ديفيد لويس في هذه المباراه؟ وبعد ذلك حاول ناتشو، ولكن محمد صلاح يواصل تالقه ويسجل امامنا هنا الهدف الخامس لي في شباك مرمى نادي الارسنال بعد هذه الجمله وهذه الكره والمساحات، بعد ما كان يعني الارسنال كتله واحده. الخطوره الكبيره من جانب نادي ليفربول والمتعه في هذه اللقطات مع بعض بشكل جيد في وسط الملعب، وايضا اللاعب سيبايوس هيطلع امامنا هنا، سيبايوس كان نجما في لقاء بيرلي، ولكن محمد صلاح في هذا الموسم، وادي استلام على طول روبرتسون محمد صلاح، ماني تمريره فيرمينو، هل يحتفل فيرمينو؟ لكن المره دي 9 انتصارات في الموسم الماضي بعد تعادل ايفرتون، وايضا هنا فرصه ديفيد لويز الى خارج الملعب، فرصه ركنيه ثانيه ضائعه وكرة فرصة للتسجيل، انطلاقة محمد صلاح في انطلاقة، والمرة دي هل في قرار، هل في لمس في الشوط الأول في الأربعين دقيقة، لكن الشوط الثاني وسط هذه الأخطاء سجل. إن الله وملائكته
صلاته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.